السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد باذن الله. غادي نوريكم طريقه الترتيب او التنظيم ديال هذا الشيء اللي غادي نرتب في الكوزينه، كل شيء يعني التوابل، كيفاش ننظم البلاكارات، مهم كيفاش غادي نشاركوني كيف انا استفدت من بزاف ديال الاخوات في اليوتيوب، حتى نتوما كنتمنى انكم تستافدوا مني. وبلا ما نطول عليكم خليكم حتى معايا الفيديو وفرجه ممتعه باذن الله. دابا غادي نشارك معكم الترتيب ديال المطبخ ديالي. كيف كتشوفوا انني راني غسلت البلاكارات كلهم، هنا الفوق مازال ما مسحتوش، ما قربتش ليه حيت ما عنديش سلوم، حتى يجيب لي ان شاء الله في العشيه السلوم. ومهم البلاكارات كلهم مسحتهم، مسحت كل شيء مسحته، حطيت كل حاجه بلاصتها. هنا راه كنت يلا صورت لكم فيديو ديال واحد المشتريات، غادي نخليه لكم لتحت ان شاء الله في صندوق الوصف. هنا انتم كيف كتشوفوا معايا الكوزينه بقى حالتها، خاصني نرتب كل شيء، كل حاجه نحطها في بلاصتها. المهم خليكم معايا. هنا جبت الكيسان كله، مبدا بالكيسان باش نحيدهم عليا باش ما يتهربسوش. هنا راه عندي كيسان راه ماشي، واخا تشوفوهم بكرطوناتهم راه عندي يعني اعوام وسنين هما عندي. هادو راه فاش كنت ولدت صهيب كانوا جاوني كادو، هادو ديال مائده، هانتوما شوفوا الشكل ديالهم زوين. فيهم هادي حجره بالكحل، فيهم كل حجره في لون في الاحمر. هادو زوينين، صفو زوينين، شفتو هما. انا غادي نستف الكيسان ديال الضياف يكونوا بعاد شي شويه. نستفهم بحال هكا، يكون بلاصه خاصه غير بالكيسان. هنا عندي راه عندي منهم 12. هاد الكيسان ديال الماء تاع مرعدي شحال هادي، يمكن كتخديتهم من المرجان. هادو شفتو هادو زوينين حتى هما. انا هنا درت كيسان ديال الماء، هادو عندي بالقرعه ديالهم، شفتو كديرين هاي القرعه ديالهم. يا هادي ما غاديش تجيني تما، داكشي علاش ما درتهاش، تندير لها شي بلاصه بوحدها. هنا هاد الكويسات هادو حتى هما كنت خيداهم من المرجان ديال العصر. انا اكثريه كندير فيهم سلطه فروي، اولا كندير فيهم سميتو كندير فيهم الكلاص. عندي هادو حتى هما ديال الاتاي، هادو راه معمرني يمكن ما استعملتهم اولا شي مره، كنت ناسياهم، شاريهم راه اعوام وما عندي وناسياهم. كنت فاش بديت نجبد في الكراتون وما يبانوا ليا، وانا نتفكر ما عرفتش راه شي 5 سنين يمكن ولا 6 سنين هما عندي. راه هادو قديمه، هاد هانتوما لاقلتو عليهم وما عمرني ما استعملتهم، نسيتهم حتى هزيتهم وانا نتفكر. بالنسبه للبرارد عندي غير هادو اللي جداد، واخا هذا راه عندي حتى هو راه شي بزاف. كان عندي من الكبير حتى الصغير، استعملت مويان والصغير، وهذا الكبير حتى هو كنت ناسياه. ها هو يلا بقى جديد، هيدو لي هادي. هانتوما هنا كاينين الكيسان، هاد الكيسان هادو اللي بحال هكا، هادو تما كانوا عندي قدام، غادي نستفهم. كاين الكيسان، كاينين واحد الطاسات ديال القهوة صغيورين، هو والبراد ديالهم. ومن غدا كنوريكم في الاخر، غادي ندير لكم دوره على الكوزينه كلها، تشوفوني كل حاجه وفين درتها. هانتوما عندي هذاك الشيء ديال الفخار، كنت خايداه كله في الزرق، مازال عندي الطاجين مازال في الدار لها، مازال ما جبته حيت مازال بزاف الحوايج مازال تما. ايوا هادو حتى ما غادي ندير لهم بلاصه خاصه بهم، يعني كل شيء في جهه واحده. هادو تما كنت خديتهم من المرجان، هاد يمكن 300 درهم مش كنت خديتهم كاسرونات. شو مشو ها شفا، فيهم 4 فيهم 5، شو تصغيرة. وهنا هاد الطاجين، هذاك خديته من عند اختي هاد. هانتوما هاد الزليفته هما راه عندي مشحال هادي، هادو ديال الفران،
كي يدخلوا الفران كنت خديت منهم 12 واحد، وهادو زليف عاديين بيضين، هادو راه خفاف حتى هما 12. انتما غادي نوريكم كيفاش كنحتفظ بهذوك الادوات ديال الحلويات بما ان عندي الكميه كثيره. هنا هانتوما تنشدد العلب اللي كبار، هادو كانوا عندي من الدار ملهيها، يعني ما بغيتش نبدلهم واخا فيهم الالوان حيت غادي نديرهم الفوق كنخدمش بهم بزاف. هنا عندي هادوك ديال هاد اللي تيكونوا بحال هكا، هنا عندي ديال البلاستيك، عندي ديال السيليكون، هنا هادو ديال السيليكون دي بقى جديده، طوابع، المهم جميع الطوابع عندي هنا. عندي هنايا عندي هادو، هادو فيهم الحروف، عندي هادو ديال المعمول، عندي هادو ديال الكيكات اولا الكيك العجيب، وهنا عندي الطوابع ديال البلاستيك، هادو كلهم طوابع ديال البلاستيك، وهم هادو حتى من بعد دابا ما غاديش نغسل، راكم عارفين صعيب هادشي، حتى من بعد وغادي دابا نحط كل حاجه في بلاصه، من بعد غادي نبدا نجبد بشويه بشويه ونغسل كلشي مزيان. وهنا عندي هادي راه كنت خديتها يمكن 80 درهم باش خديتها، هادي الترموس اولا كوكوط ديال القهوه هادي كتسمى، هانتوما الشوط صغير هادي ديال شي جوج كيسان، وهاد الكيسان اللي كنت خديت من ايكيا، هادو تاهما زوينين ديال اتاي خصني نرتبهم. هادو داك الكيسان التقليدي اللي كانوا شحال هادي شتو، هانتوما انا غادي نوريكم الثلاجه من الداخل كيف دايره. ها هي هادي كلها الثلاجه حتى لتحت، هنا راه مازال ما يعني التقضيه مازال ما كاينه، مازال ما تقضينا، هي داكشي اللي كان عندنا. درت انا داك الشبيكات اللي وريتكم درت فيهم الخضره بحال هكا، حتى الثلاجه كيف كتشوفوا ما درتش فيهم بلاستيكات، حتى الثلاجه اصلا كتحافظ على الخضره خضره. وهنا نوريكم الفريغو كيف داير، ها هو هذا كله فريغو من الفوق حتى لتحت، هانتوما شتو دابا هادو راه ملاصقين، انا نبعد باش يبان ليكم، هادو ملاصقين ولكن هاد الجهه اللي كبيره كلها ها كلها جا انغريديان سايد باي سايد تيكون هكا ماشي ملاصقين، هذاك الشيء المهم بحال هكا هاي، وفيها فيها حتى هنا الطاجيرات هنا، وهاد بلاصه ديال الثلج. الله يدخل عليك بالصحه والسلامه. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. ايوا صافي، المهم هادي هي الثلاجه. عندكم البها والبيض، البيض ومطيشه، ها البيض، هانتوما دوك هادوك اللي وريتكم ديال البيض هما درتهم بحال هكا، واللي شاط حطيتهم هنايا. انا نسدى باش نوريكم بلاتي صهيب. حيت الا بقات محلوله كتبدا تصون. هانتوما ها هي مسدوده، شحال فيها في الارض الطول؟ مترو 78 في العلو، وفي العرض 91.5 91 سايد باي سايد تقريبا ستوندر. انا نعمر هادو لي بات وعطاني، المهم عندي غادي نعمر هاد القرايعة ديال العطريقة على الحرارة لي حسيتهم أو نشفتهم، غادي ندير فيهم العطرية كاملة، خديت هاد الصغيورين هادو شتو تيكونو بالمعلقات ديالهم، كرة خمسة دراهم وحدة، كنت باغي ناخد هادوك لي غاليين ولكن تنقول مغاديش نخليهم باينين كلشي غادي نخبيه، اللهم ناخد زعما شي وحدة لي رخاص في نص وقت سامبل.
صافي البنات، من بعد ما ساليت ها هي الباب ديال الكوزينه، بغيت غير نوريه لكم مسدود كيف كيجي. هانتوما شفتوا، وكتحسوا بواحد الراحه فاش تشموا ريحه النقعه والدنيا مطرفه. وكملتوا روينتكم اللي كانت زعما تنقول مستحيل نكملها. المهم هذه الكوزينه ها هي الطابله اللي درنا باش يبان لكم كلشي. دابا راه جففت كلشي هانتوما. هنا هاد الشبيكه ها هي فين حطيتها، ديال الشبكه ديال الموان اللي خديت من ايكيا. هنا هادوك هما هادوك الشبكات اللي درتهم فوق الماكينه. هنا حطيت هاد المحيبعات، تندير واحد المحيبعات غادي ندير فيهم الحباق وداك الشيء. المهم ان شاء الله من بعد نشارككم معكم حتى تما غير نتوما. هانتوما كلشي نقيتو. هنا بالنسبه للبوطاجي خليت فيه غير هادو، يعني خليته خاوي، خليت فيه هادو هكا. انا دابا رادة الغدا، راه الغد اليوم راه ماشي هو البارح. رادة الطاجين تيطيب، داك البراد غير طيبت فيه اتاي، مازال فيه اتاي. هنا ها هو فين كندير الخبز، درت الخبز هنا والله الا عرفتي بات من البارح اليوم ارطب. وهنا ها هو راه درت اتاي ودرت السكر. هادي مازال ما شريت لها القهوه، مازال خاويه. ها هي الماكينه العجانه ديالي. ايوا هنا غادي نوريكم بلاكارات. هانتوما ها شنو حطيت. مازال عندي واحد الماعن اخرين مازال في الكراتن، المهم بغيت نصورهم لكم تشوفوهم. خديتهم من واحد المحل وعاد باش نرتبهم، المهم راه خليت لهم بلايصهم. هنا درت ديال العطريه وداكشي كاع اللي غادي نحتاج، هما درتهم حدايا. مازال ان شاء الله غادي نزيد من هاد القراي، هادو بالضبط غادي نزيد منهم، وحتى هادو. انتم مره الفوق بح اخاوي نوريكم. هذا هنا حطيت غير البراد وهاد الترموس. هادو هما البراد اللي عندي، ما عنديش براد اخرين. هنا حطيت هذوك الماعن البيضين كيف كتشوفوا. ها هو هذاك البراد اللي قلت لكم، اللي هو الطاس ديالو والطبيصلات ديالو. وهادو هنا كيف كتشوفوا راه درت الكيسان هنا، هما الكيسان اللي كنستعمل يوميا هادو، والاخرين نخليهم مره نحطوهم. حطيت غير الكيسان ديال العصير وديال الماء. مازال عندي واحد الكرتونه في الدار اللي فيها الكيسان ديال العصير، حتى نجيبهم ونحطهم حتى هما هنا. بالنسبه للفوق ما حطيت فيه والو، مازال خاوي الفوق. هنا حطيت البلاستيك وحطيت هاد الشيء كاع اللي غادي نخدم به حدايا. وهنا حطيت مواد تنظيف، هانتوما هنا حطيت حتى هو مواد تنظيف. هنا حطيت هادي ديال اللي كنشوي فيها الباربيكيو. وهنا حطيت هادو وحطيت القوامل والكاسرونات والمقالي حدايا. هنا من تحت البوطه مباشره كاين هذا، حطيت فيه هانتوما كيفاش نظمتو. درت المعالق كبار صغار، الماس، الفرشيطات، هاد الماس اللي تنخدمو بهم يوميا. هنايا صفاره هانتوما، المهم هادشي اللي هنا. حطيت هذاك الشيء اللي كنخدم به ديال التخزين في الفريغو. هنا هادو ليكات ديال الايدين، هادو بلاستيكات اللي كنخدم بهم. هادو كندير فيهم كاب كيك اولا حتى شي حاجه مالحه. المهم هادشي اللي حطيت هنا. هادو حيت كنخدم بهم بزاف، حيت هاد الكوارتز ما خصوش السخونيه، داكشي علاش حطيتها مره بزاف. هنا ميزان ديال لابار وصافي، بابي الومنيوم، بابي كويسون. هنا اللي شويه عندي باقي ما معادش 100%، هنا حطيت المولات ديال الكيكه، الطباسل الكبار. المهم داكشي اللي كبير حطيته هنا حيت هذا راه كيهز بزاف. هنا حطيت هذوك البلاطوات، حطيت القراي ديال العصير حيت هاد البلاصه هي اللي طويله، هذاكشي علاش دخل ليا فيها. وهنا الطباسل البيضين، هاد الزلافه اللي كنخلط فيها.
انا حطيت هذوك ديال الطحانه ديال العصير وهذيك اللي كان الهاشوار اللي كنخدم بها دي التراب هنا هذه اللي ديال الا كنا خارجين كنديوها معانا. هنا الكوكوط والبرمه هنا فين تهزوا ليا ما لقيتش شي بلاصه اللي عاليه بالاخص البرمه وانا نديرها هنا. هنا هذاك الشيء ديال الفخار مازال عندي الطاجين هو اللي غادي نحيد الكوكوط وغنديرو في بلاصه. هنا حطيت هذوك السوبيرات ديال البلاستيك وديال الزاج هذه اللي كتدخل الفران. هنا مازال خاوي درت فيه غير داك الشيء اللي شاد ليا من السكر. هنا مازال ما درت والو في هذا البلاكار اللي فوق الميكرووند. هنا هو غادي نوريكم هنا شنو درت. درت داك الشيء ديال الحلويات ديال السيليكون وهادو اللي كنديروا فيهم الشوكولات هما شتو. وهنا مازال ما وريتكم هاد البلاصه هانتوما هنايا. هذيك راه مازال خاصني نعاودها خاصني نشري لها شي علب اخرين اللي يكونوا في البيض. المهم هذاك الشيء خاص بالحلويات اي حاجه كتعلق بالحلوى درتها تما الطوابع كل شيء. هنا ها هو ديال الدقيق مازال كيف سبق ليا ذكرت مازال ما تقديناش هذاك الشيء علاش باقي كل شيء خاوي حتى نتعداو التعدي ديال الشهر. وهنا ها هما عاوتاني هنا نشوفوا هنا شنو دايرين. هنا داك الشيء السلعه اللي كتبقى ديال الشهر وصافي. غادي نسد معكم الفيديو ونطلعوا ان شاء الله في فيديو جديد مع روتينات جداد باذن الله. خليتكم في امان الله.